يعني قبل ما أبدأ في اللي أنا عايز أقوله، بس تعليقا على هذه النقطة، مثلا بالتأكيد الدكتور شومان يعلم أن كان لدينا قانون وما زال لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهذا القانون أي قانون هيطلع من القوانين المنصوص عليها في الدستور لن تكون أفضل منه، لأنه على الواقع القانون ممتاز. القانون بينص في تشكيله مثلا على بينص صراحة في المادة 2 على أنه الأعضاء المستقلون أكثر من الأعضاء الذين الموجودين في المجلس في مجلس الأمناء بحكم وظائفه. إذا القانون ينص على يكون اتحاد الإذاعة والتلفزيون مستقل، لكن هل كان اتحاد الإذاعة والتلفزيون مستقل في أي مرة من المرات؟ لم يحدث أبدا. لماذا؟ لأن ما معنى الاستقلال؟ هو جايب السيد رئيس السيد عميد كلية إعلام جامعة القاهرة والسيد فلان فلاني بوصفه من المثقفين وفلانة بوصفها من ممثلة المرأة وما إلى ذلك، ومهتمين بالطفولة وكل الأشياء اللي موجودة في القانون. لكن في حقيقة الأمر الثقافة الحاكمة هي التي تمنع من هو من المفترض أنه مستقل من أن يكون مستقل. إذا لم تتغير هذه الثقافة الحاكمة سيظل هناك ملكيون، إحنا بنحب نقول أكثر من ملك وإحنا مش متأكدين هم أكثر من ملك والملك أكثر ملكية منه مش متأكدين، لكن على الأقل دعنا نقول أنه يعني أكثر من ملك. طيب نعمل إيه؟